Director. حضرة المدير العام السيد شو دونيو، معالي الوزراء المحترمون، حضرات السيدات والسادة، من دواعي سروري أن أخطب هذا الحفل الكريم بمناسبة الدورة 43 لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة. أود في المستهل أن أعرب عن امتناني لمنظمة الفاو على خدماتها لبلوغ إدارة مستدامة للموارد المائية والأمن الغذائي والتغذوي في سائر أنحاء العالم. حضرات الوفود الموقرون، نتبين بشكل أوضح في كل يوم أن الموارد الطبيعية محدودة، نحتاج وعلى نحو متوازن مع تحقيق التنمية في البلدان إلى موارد مائية نظيفة وقابلة للاستخدام أكثر فأكثر كل يوم. تقع تركيا في حوض المتوسط، وهي من المناطق الأكثر تضرراً من تغير المناخ، ولذا نواجه حالات فيضان وجفاف حادة ومتكررة. نتخذ خطوات حاسمة لزيادة كفاءة المياه في كافة القطاعات وبالأخص الزراعة. تنشئ تركيا وهي تعاني من الإجهاد المائي نظم إدارة الأحواض بغية إدارة الموارد المائية بنهج متعقل وشامل نحو استخدام مستدام للمياه والتربة والتنوع البيولوجي، كما نتخذ التدابير لتحديد المناطق المعرضة للخطر عبر استخدام خطط خطر الفيضانات وإدارة الجفاف. نواصل أيضا العمل على وضع نظام التنبؤ والإنذار المبكر بالفيضانات لتقليص الأضرار. فضلا عن ذلك، واستنادا لمبدأ الزراعة المتكيفة مائيا، نعمد لصون الموارد المائية لضمان تخصيص متوازن للمياه بين قطاعات مستخدم المياه، وهذا يتم عبر الخطط القطاعية لتخصيص المياه. تحت مظلة التكيف مع تغير المناخ على صعيد الموارد المائية، نعمل على إدارة ذكية مناخيا للمياه واستخدام للموارد البديلة على غرار حصاد مياه الأمطار واستخدام المياه الرمادية. أطلقنا في مطلع العام حملة كفاءة المياه لمنع سوء استخدامها في المنازل وأماكن العمل والصناعات. هدفنا أيضا إرساء بنية تحتية وطرق ري حديثة في الزراعة وإذكاء الوعي العام بشأن استهلاك المياه في تركيا. المشاركون الموقرون، إذا لم تتناغم أنشطتنا مع الطبيعة لن نتمكن من تحقيق أهداف التنمية المستدامة في 2030. لذا علاوة على التدابير الوطنية، نحتاج لإجراءات عالمية مشتركة لعكس التوجهات المتراجعة على صعيد الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي. من هذا المنطلق، وكوننا سنستضيف مؤتمر الأطراف 16 المقبل في 2024، سنتشرف بإدارة رئاسة اتفاقية التنوع البيولوجي. نرحب بكل خطوة لبلوغ الأهداف المتصلة بالمياه. لهذا الغرض ندعم بشدة رؤية الأفضلات الأربعة في منظمة الفاو: إنتاج أفضل، تغذية أفضل، بيئة أفضل، وحياة أفضل. وندعم دور المنظمة الرائد خاصة في مجال البحوث والإدارة والتنمية المستدامة. أختتم كلمتي بالإعراب عن إيماني أن نواصل حشد الجهود المشتركة بغية تعزيز التعاون والحوار لضمان الاستدامة في إدارة الموارد الطبيعية والعمل على نظم غذائية زراعية أكثر صمودا. شكراً.